انا بلاحظ انه في سني انا وانا في الطريق للسبعين بشوف الشابات الصغيرين منكمشات اتربوا في اجواء الردة الاجتماعية، فرغم ان هما بيتمتعوا بالذكاء والقدرة على الفعل، لكن هم اميل في ظل ما سمعوه من خطاب ديني ومن خطاب اعلامي الى التمركز في الادوار التقليدية اللي هي الأمومة والزواج الى اخره، فضلا عن في نفس الوقت استخدام الرجال، لانه كمان انا مشفق على الرجال من الشكل ده من العلاقات، لانه الرجل في الحالة اللي تكون فيها المرأة تقليدية او قابعة في المنزل او هتبقى مستغلة للرجل ولطاقته الانسانية. فبالمقارنة وبعض الدراسات اثبتت ان الرجال في ظل الثقافة دي يعانون من امراض السكر والضغط اكتر من النساء. ليه؟ لاني بطلبوا بثمن الرجولة، مش انت عايز تبقى راجل وتحكم البيت، طب هات، فيضطر هو يعني يعمل ساعات عمل كثيرة. واحنا بنشوف معظم الرجال دلوقتي عنده في اليوم نوعين من الصبح بيشتغل في المصلحة الحكومية بعد الظهر سواء تاكسي الى اخره، وهي طول الوقت مش انت عايزني ابقى هذه الجارية العصرية، طب ادفع. فهنا كمان تسود العلاقة الإنسانية بين الرجال والنساء حالة من الانتهازية اللي تمارس فيها المرأة أدوار تقليدية قديمة، إنها تنكد عليه، النكد مثلا ولو إنها كلمة عادية، لكن النكد آلية دفاع نسائية ضد قوة الرجل ومحاولة للسيطرة عليه. فهنا كأنك جوزت الأسد، لأنك ربيت الأسد ده جوه شخص الرجل، الروح بتاعة الأسد جوزته للتعلب المطار بالظبط. التعلب المطار هيبقى وراه ايه غير انه يفرمل قوة الأسد ويعطله علشان او تقصقص ريشه بالتعبيرات الشعبية، مش بيقولك تقصقصي ريش ترك لا يرقلوك بغيرك. الشعور بالضعف بيخلي النساء يمارسن سيطرة من خلال طرق يعني سرية.